فيلم الناس اللي تحت كان بطولة وتمثيل يوسف وهبي، ماري منيب، سلوى سعيد، محمد سالم، شفيق نور الدين، فوزية إبراهيم، محمد أباظة، لطفي عبد الحميد، جمالات زايد، حسين إسماعيل، علي كامل، عبد المنعم إسماعيل، أحمد بالي، فريد عبد الله. فيلم الناس اللي تحت، القصة والحوار لنعمان عاشور، والسيناريو والإخراج لكامل التلمساني. فيلم الناس اللي تحت.